السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نبداو معاكم اليوم واحد الدرس ديال عين وحاجب. بسم الله، انا باديه هنايا نوريكم كيفاش كيتخدم. ها غريزه كون من ربعه الغرزات، الغرزه الثانيه الغرزة الثالثة الغرزة الرابعة، نرجعو هزو جوج عوينات الغرزة الثانية شو من بعدو هنايا نهبطو ديريكت، نخليو جوج غرزات خليوها وحده، ها جوج هزينا جوج وغنهبطو بحال هكا، غنرجعو لهاد العين باش ما تلواش لينا ديك الحبكه. شتو نرجعو في هاد الخويط نعمرو بالحبيك بحال هكا بحال هكا. شتو باش كيجي هكا، دوزي كل هاد الخويط تعمري محبوك. غنهبطو هنا في التوب، ديرو الغرزة الأولى الغرزة الثانية، نرجعو لهنا باش نهزو هاد الهرم ديالنا، نهزو هاد العين هيا نرجعو فيها. شوف باش كيتبدا لينا الهرم، ثقفتو نهزو هاد الخيط هذا، كتخلي الخيط شويه هنايا فاش ترجع تلقى هاد العوينه راه فين تدوز الابره. دابا هما تكونوا لينا جوج غرزات، الاولى الغرزه الثانيه الغرزة توب، نهزو هنا باش نكونو تاني عوينة أخرى. شتوها هيا، تمو طالعين، هما تكونو لينا ثلاثة الغرزات في الهبطة، مكتزادك حتى غرزة في الطلعة، كتزيدي غرزة من الجنب بحال هكا. الغرزة الثالثة دقة في التوب، شتوها نرجعو نهزو هادي، ما يتكون لينا ربعة الغريزات دابا. شتو الراس ديال الهرم ديالنا، نهبطو بجوج غرزات، راه ساهل و تيجي زوين، يجي خفيف و زوين. مدرناش ليه لتحت الحبيك، ديريكت دوزناه مع التوب باش يجي خفيف و زوين. دابا راه الصيف، الناس كيبغي شي حاجة خفيفة. شتو نرجعو نحبكو هاد الخويط كامل، نعمروه بالحبيك بحال هكا. شتو كيجي زوين. شتوها جوج غرزات في التوب، كنرجعو لهاد التانية كنطلعو على الهرم ديالنا. شتوها، كنتمنى السيدات يعجبهم هذا الدرس ويكونوا فهموا الشرح ديالي. شوها العوينه باش تهز لينا الغرزه الثانيه، هما دابا تكون لينا جوج غرزات، ها الاولى الغرزه الثانيه
قفتو على هكا. ديما كتخلي الخويطه هنا هاد العوينه مرخوفه، فاش كترجعي كتلقاي فين تشدي كدوز الابره. الخيط عندنا راه مبروم على ثلاثه الشعرات كما العاده، دائما عندنا الخيط مبروم على ثلاثه الشعرات. وعدي الابره النمره 6، كتجيني زوينه في الخدمه ديالها، مغليضاش مرقيقاش، كتجي الخدمه ديالها متقونه الشو، مكتجيش مرخيه محلوله. كنت كنخدم بالنمره 5 ولكن دابا عجبتني النمره 6 وليت كنخدم بها بزاف، ما نقدرش نستغنى عليها. هكا شو كتمي غادي طالعه معاك، كيجي زوين هاد الدرس ديال غرزه الراندا. حيت واخا السيدات يكونوا يلاه مبتدئات كي يتعلموا يقدروا يخدموا. الدرس الاخر اللي كتلوي على البرا بعض الا ما كنتيش معلمه ليه مزيان كيعواج لك وكيجيك مرخي. انا كنخدمه ولكن مع الحاجه اللي كتكون بسيطه وسهله في الخدمه بحال هكا. الخيط تسال ليا، نضرب هاد الغريزه في الثوب، شو ندوزو هنايا بحال هكا. دابا انا كملت هاد الاهرام اللي خدمنا، انا نوريكم العماره ديالهم. هاد السنينه ديول الواحد نهزو كل عوينه بحال هكا، تلوي ثلاثه ليات على الابره بحال هكا، تخرجي ديريكت لهنا. شتو تهزي هاد العوينه ثلاثه ليات على الابره، تشدي الخيط بحال هكا وتخرجي. شتو ديريكت بحال هكا، لينا هاد السنينات ثلاثة ليات على الابرة. الخيط مبروم على جوج شعرات، هذا ديال هاد السنينات اللي الفوق بارمة على جوج شعرات باش يجيك رقيق ويهبط لك مع الابرة. ملي كيكون غليظ شويه ملي كتلوي ثلاثه ليات كتجيك صعيبه شويه فاش تهبطيه. دابا ها ديري كت كيهبط، كيجيك ساهل باش تهبطيه. شتو هادو اللي هنايا لتحت ما بين الهرم والهرم ما كنلويوش عليهم، نهزو هاد العوينه. شتو ثلاثة ليات على الابره ضروري، ولكن الخيط يكون مبروم على ثلاثه الشعرات، على جوج شعرات عفوا. ملي كديري على ثلاثه كيعنكشك شويه في الخدمه، كتجيك صعيبه باش تهبطي على الابره، ما كيبغيش كيبقى مرخي. انا نوريكم الخدمه ديالو كيفاش كتجي. انا هنا خادمه في القب، هنايا ملاقيه بالغورمي. شتوها هنايا هو دايره في القب ديال الجلابه. شتو ها هي هنايا الكمام ديالها، شتوهم كيفاش غايجيو الكمامات ديالها. كيجي عين وحاجب زوين واعر، تيجي خفيف وما كبيرش بزاف. شتو خدمه بجوج لوينات، شتو